روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوت ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحة سلم أحباب القلب لا لا ولا لا يا بلا ذهب والضاء الله اكبر يا وطن يوم الوغى ننده نقول الله الله اكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والضاء لنهاب العدا ولا توب الردى لنهاب العدا ولا توب الردى الا العالي نقول الله لا لو لا لا يا بلالة شامي بين الرجالة بالفارس حارس على باب من نور طرف شالة بابك غالي بغلا العيون طهر وصل اطرابه يوم المحن من صور الله اكبر يا وطن بابك غالي بغلا العيون طهر وصل اطرابه يوم المحن من صور لنهاب العدا ولا توب الردى لنهاب العدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا الله 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 يوم الوغى ننده نقول الله يا ما شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحة سلم رشد افهمي قطشت عم اقول لك رجعي ذهباتي وخلي لي امشي لك يا اجدب يا بهيم وين ما رحت وين ما اجيت رح يضل ابو طالب لاحق فهمت اخي لا تشكل همي بنوب بنوب لا تشكل همي رجعي ذهباتي وانا بدبر حالي لك يا فريد انا وعدتك خلصت من هذا ابو طالب وما رح اتركك صدقني وهلا بعد ما تمرق الجنازه انا مرتب لك خطه جديده رح تعجبك تمام ليك على هالحكي ليك عامل لك عباس الجابري مات 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 وشبع موت فهم؟ لك يا فريز يا حبيبي انا وعدتك خلصت من هذا ابو طالب ما رح اتخلى عنك بنوب هلا بس يخلص العزاء انا مرتب لك خطه جديده رح تعجبك تمام التمام ليك على الحكي ليك على الحكي عامل لك عباس الجابري مات 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 وشبع موت فهم؟ ايه واذا مات في اخو حمزه مين هذا؟ هذا الفصعون اللي عم يبكي على خبزه بده يقدر على ابو طالب لك خل عني يا خل عني يا لك لا تستهتر بحمزه بيقولوا عنه قبضاي وزقرتي وبياكل راس الحيه اخي شيلني من حمزه ومن طمزه رجعي ذهباتي وخليني امشي بحال سبيلي الله يرضى عليك يا فهمي والله يا حبيبي يا فريز انا بدي رجع لك ذهباتك بس يعني والله ماني عارفه شو بدي لها اخي لا تقول لي ولا بقول لك رجعي ذهباتي وصلى الله وبارك أنا بدي رجع لك ياهم بس أنا تصرفت فيهم شو؟
شوي شوي ان شاء الله. عم اقول لك تصرفت بالذهبات. لك شلون تتصرف بالذهبات قبل ما تروح في شنطك معي؟ لك انا شو عرفني انه رح ترجع بكلامك مثل الحرمه؟ لك الزلمه مات يا فامي مات. وانا اشتريت بالذهبات مال كاني. عن جد عم تحكي؟ لا عم مزح. الله لا يوفقك يا بوص، الله لا يوفقك يا عمي. لك انا بدي ذهباتي لا طوش لا طوش، ذهباتك بيصاروك. عم نقول لك ذهباتك صاروا بالمالكانة. والمعنى؟ المعنى ما في غير حل واحد قدامك، انك تاخذ المالكانة بدل الذهبات. لا انا شو بدي اعمل بالمالكانة يا بوص؟ شو بدي اعمل فيها؟ بتبيعها. انت بيعها ورجع ذهباتك وخلصنا من القصة كلها. هي شباب بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. شكر الله وشكر على صراط مستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. لو كنا استأجرنا حنتور لك يا فهمي، مو أحسن من المشي على رجلينا اللي بتهد الحيل. لك مشان ايش الحنتور؟ اعتبرت مشاي شمت هوا لك فريد؟ جايبني من اجلي لهون على الربوي على اجري مشان شمت هوا. اخي المشي منيح للجسم، بحرك الدم. ومين قال لك انه انا بدي حرك دمي وانحم على قلبي يا مين؟ وهو علي العجز تق وتنقلك فريد، ليك ما وصلنا لحشة حجر. لك ان شاء الله بالحشوك كبير ماله قرار بجاه الحبيب محمد على الاستفادة. لك امشي خلصني. ايه ابو طالب؟ يعني مالك مبغضين؟ عدوات؟ حدا بالشغل متخانق معه هون؟ ابدا. اكيد يا ابو طالب. شو اكيد؟ انت بتعرفني منيح ماجد افندي. بعمري ما اختلفت مع حدا وكل الناس حبايبي واصحابي، وبعمري ما اذيت حدا. طيب من فتره قريبه ما في شي حدا تزعلت معه؟ زعل منك؟ حدا بالسوق تشاكلت معه؟ لحظة. هلا تذكرت. شو؟ صار مشكل بيني وبين تاجر الأنديكا فريز النوم من كم يوم. فريز النوم ما غيره؟ ايه بخصوص شو؟ حاول يعتدي على حربة من حارتنا من كم يوم وهددته أنا بالقتل، وقدر يهرب من بين إيدين الشباب وهن أخذينه عن المخفر. من وقتها ما عاد بيان.
الله يصلحك يا ابو طالب، وليش ما حكيت هذا الحكي من البدايه من وقت ما اختفت البنت؟ ما خطر لي. بجوز فريز النو هو اللي خطف البنت مشان ينتقم منها. معقوله فريز النو هو اللي خاطف بنتي يا ماجد افندي؟ ممكن يا ابو طالب. لا ما شلون ما خطر لي هالشيء؟ انت من وقت ما صارت الحادثه كان لازم تيجي تخبرني. الله الله اكبر. كل شيء وارد يا ابو طالب، كل شيء وارد، وانا هلا بدي ابعت دوريه اشحطه وتجيبه لهون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعوني منيح يا رجال، بدي اياكم تدوروا لي على فريز النو، بدي اياه قبل الضو يكون عندي. خير معلم، شغلت لنا بالنا. ماجد افندي شاكك انه فريز النو يمكن يكون ورا خطف كريمة نوش السعد. ماجد افندي والمخفر بكره الصبح بدهم يدوروا عليه. نحن من اللحظه هي بدنا ندور عليه ونجيبه. بس يا معلمي فريز النوم ما حدا بيعرف وين بيروح وين بيجي. بتدوروا عليه، بتروحوا له عند اهليته لعند اخواته، بتشوفوا لمين عم يبيع ومن مين عم بيشتري، وين عم بياكل، وين عم بيشرب، وين عم بينام. قول الله يا معلم، وباذن واحد احد قبل طلوع الضوء رح يكون تحت رجليك. انا بعرف انه الشغله ما سهله، بس بعرف كمان انه عندي رجال قادرين. اعتبرها صارت معلم، امرك معلم. قولوا والله. أبا السلام عليكم. الله معكم. تعال يا حون، من هون من هون. لك يا فمي عاجل انت بتطلعني وبتنزلني، والله دوختني. لك وين المالكاني البطيخة هاي معك انها نصر؟ لك حاجتك بقى تلعي، ليكنا وصلنا هاي المالكاني شوفها قدام عينك. وين المالكاني؟ مالك شايفها؟ لا مالي شايف شيء. بجوز لانه الدنيا ليل وعتم ما راح تشوفها مزبوط. لك كنا جينا بالنهار وخلصنا. لك شوف النهار بدك تجيبنا بالحرائي وبالشوب؟ اخي ما حبيتها، ما حبيتها لهي المالكاني كلها على بعضها، ما حبيتها. شو قصدك يعني؟ اخي بيع على هي المالكاني ورجع لي ذهباتي وبلالي الدويقه كلها على بعضها. اي ما فشرت تاخذ ذهبي وحده ولا؟ لك شو عم تعمل يا فامي؟ عم تسحب على اي سكينه؟ شو جنيت انت؟ اي بدي اذبحك واخلص منك ونسيك الذهب ليوم يومك يا كلب. هلا بصرخ بلم عليك الناس يا فهمي. قد ما صرخت هون وقد ما عيطت ما حدا رح يسمعك. بدي نسيك الذهب طول حياتي. يا عالم كلب يا هو، تعال هون يا يا واطي. ابن عمي مشان الله طمني شو صاير. ان شاء الله خير، ان شاء الله خير يا ام طارق. اهلين يا ابي، اهلين. الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم. بوس ايدك، قل لي شو صار. خلاص ام طارق خلاص، بكرة الصبح إن شاء الله بنسمع أخبار بتسر الخاطر. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. فوتوا نامي حبيباتي، فوتوا نامي. ما عم يجيني نوم يا أبي، وأنا كمان أبي ما عم يجيني نوم. نحن نحبها على وش السعد يا أبي، ما بنغار منها بنوم بنوم. يا أبي خذ الطاقة أعطي لأختي وش السعد، أنا ما عاد بدي الطاقة. وأنا كمان يا أبي خذ طاقي وأعطي لأختي وش السعد، أنا ما بزعل. لا يا أبي لا، خلوا الضواء برقابكم. انتوا غاليين علي يا بي، انا بحبكم مثل وش السعد، بس هيك انت حبها اكثر لانه صغير. يلا يا بي روح نام. نحن بنحبها على محبتك يا بي، ولما ترجع حطها من عيوننا من جوا. معناتها روحوا على غرفكم صلوا وادعوا، ادعوا ادعوا لرب العالمين انه رجع لنا اياها سالمه غانمه. الله يخليكم يا رب، الله يخليني اياكم. يلا يلا روح. خيرك يا ابي، تصبحوا على خير. وبوس رجلك تقلي شو صار معك؟ بعد ما خبرت ماجد افندي عن علاقتي مع فريز النو هذيك المره صار يشك انه هو ورا الموضوع. يو شو هالحكي؟ هذا اللي صاير. يبعت له حمى تقتله؟ شو دخله تاجر الانتيكه بالبنت الصغيره ليخطفها؟ لك مو انا حطيت عليه الحد وكنت بدي اقتله هذيك المره مشان ام صابر. هاي ايوه ايوه ايه، بس هي بتضل مجرد شكوك، لما يمسكوا رجال المخفر بتبين الحقيقه وبينحل اللغز. يا ربي دخيل اسمك، يا ربي دخيل اسمك بقى ينحل هاللغز يا رب، وترجع لبنتي سالمه غانمه. دخيلك يا رب دخيلك، لا تضيبني من البنت دخيلك. قول يا الله.
ليش ما نمت لهلا تقبرنا؟ ليش انا قدران نام يا عمو؟ قدران نام؟ اخي وشقيقي انقتل قدام عيوني يا عمو، كيف بدي نام؟ هي إرادة رب العالمين، هيك حكمته وهيك رأت، والله بعطي اسمه. إذا حب عبده ابتلايا روح أمك، والصابر على مصابه أجره عظيم عند ربه. وين رحت وتركتني يا أخي؟ وين رحت وتركتني يا أخي؟ يا ريت أنا ولا أنت يا أخي. يا ريت أنا ولا أنت يا عباس. لا يا حمزة، لا عم تبكي؟ لا يا ابني لا، انت هلا رجال البيت ولازم هيك تكون قدام الناس. اصحك يا ابني تبكي، لازم بتكون قوي، سمعان؟ صحيح اخوك زعل على ابوك لما مات، زعل ما بتحمله جبال ولا بتلمه بحور، بس كان قدام الناس صلب وقاسي وما نزلت له دمعة. عباس شقيقي يا أبو، إذا ما بكيت على أخي على مين بدي أبكي؟ على مين بدي أبكي؟ خلي زعلك بقلبك يا روح أمك، الزعل بالقلب تشكو القاسي. وحياة رحمة الغوالي يا أبو، وحياة رحمة الغوالي، لرد الطاء عشرة، ولأجعل ليل الفرنساوي نهار ونهار ليل. لا يا أمي لا، هلأ مو وقت هذا الحكي، نحن في عنا عزا، وفي ناس عم تفوت لعنا تطلع من عنا، بعدين أنا ما صفي لي غيرك بهالدنيا يا ضو عيوني، مشان تنور لي أيامي الباقي. يا ريحة الغالي أنت الثاني، أبوك بعدين أخوك، يا وحيد يا وحيد يا وحيد يا وحيد. إلا وجعني يا ربي، إلا وجعني يا بشير. والله ما تركنا لا زق ولا بيت الا ما دورنا فيه وما لقيناه. لا حول ولا قوه الا بالله. لك وبعدين؟ ما له اثر يا سيد الرجال، ما له اثر. اسمع يا حاتم، دوروا كمان، يا بتلاقوا هالعاطل يا بتلاقوش السعد. الروح بترخص لك يا معلم. الله معك. السلام عليكم. مع السلامه. الو نعم نعم، رئيس مخفر النوات. احترامي سيدي. نعم سيدي، المذكور جاري البحث عنه لأنه شاكين بأمره باختفاء بنت من القنوات. سيدي نعم سيدي، أنا قبل شوي اتصلت بالسرايا وعممت مواصفات المذكور على كل مخافر الشام. نعم سيدي. مقتول بأرض كيوان؟ يا لطيف، مقتول لحاله سيدي؟ عفوا يعني لقيته جنب جسته بنت صغيرة عمرها سنتين سنتين ونص. نعم سيدي نعم،
راح انتظر التحقيقات. نعم سيدي، بس بعد اذنكم انا حابب اطلع على مجرى التحقيق. شكرا سيدي، مع السلامه سيدي. مع السلامه. يا عم مين له مصلحه يقتل فريز النوم؟ قريبه. يخرب بيتك، كنت رح تروحنا. العمى بعيونك العمى. لا وكل هالذهب معك ونايم عليه؟ يلا منيح، ارتحت وريحت الخلايق منك. بيته كان حيروحنا. ديني جهنم، ارتاح وريح. يرحم والديك. احكي ماجد افندي، شغلت بالي. فريز النو لقوا مقتول بارض كيوان. شو هلاكي؟ لقوا مقتول بارض كيوان؟ اي نعم، هيك خبروني والتحقيقات جاريه. والبنت يا ماجد افندي، لقوا مقتول لحاله ولا البنت معه؟ والله مثل ما قالوا لي مقتول لحاله. طيب والعمل؟ انا اعصابي تلفت. بدك تطول بالك يا ابو طالب، بدنا نستنى نتائج تحقيق. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل. وين بدها تكون راحت البنت يا ماجد افندي؟ وين؟ هي يالله هي يالله. عبوا العسل بالجره، طعموها للحلوه لي ام خدود مضواي. قبل ما يجوا النحلة يسرقوا منه وعسلك. هي يلا هي يلا، حطوا العسل بالجر. يعني معقولة أبوها للبنت لهلأ ما دري بمقتل عباس؟ يا عبي شو معي لك؟ إذا كان مو مشان خاطر ابني مشان يجي ياخذ بنته. كل شغلة بتحط العقل بالكف. لك العافية يا مو. أهلين يا مو، طمني شو صار معك؟ برمت على كل معارف أخي يا مو، على كل معارف أخي. بعمرهم بحياتهم مو شايفين أخي عباس عم يتعاطى مع تاجر حلبي أو بيعرفوا شي عن حلبي، ما بعرف. سلام قولا من رب رحيم. فتر راسي يا مو، فتر راسي من الصبح من قرنه لقرنه، ولا تتعبي. طيب والعمل لك أمي والعمى؟ والتاني أبوها شلون بيرمي بنته هيك رمية؟ علي الحلال ما عم بفهم، شغلة بتحط العقل بالكف. والله أنا كنت هلأ عم بسأل حالي نفس السؤال. بس على قولة المثل لك أمي، قال الغايب عذره معه. أنا عذر يا عمو؟ أنا عذر وبطيخ بمسمر؟ واحد بنته من لحمه ودمه بيرميها هيك وبيمشي؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. خوش أخي الله يرحمه، وصاني وصل البنت لأبوها يا عمو. هو وصاني. وما قال لك شو اسمه؟ ما لحق يا مو. قبل ما يقول سلمها. يقولي على طول. قولي عليه البارد يا ابني. انهت حالي. انحرق قلبي. قبل ما يقول سلمها يعني. ما حدا سمع عليك يا محسين. كنت متمني تبسكوني بعد ما سلم على الحجة. سد بوزك. أمرك
بس الله وكيلك شعب البيت قريب، خليني مسي عليها. هدو تحرك. خير صبوحي؟ الفرنساوية تكاتروا مسكوا محسن عمي أبو عزيز. لا تقولها، شوفت عيني. طيب طيب انطرني هون لألبس وجاي معك. يلا طيب. بركي تاجر هالأنتيكة المقبور على قامته قبل ما ينقتل حاطت البنت عند حدا من معارفه أو قرايبينه. تحقيق جاري يا أم طالب، ومجد الأفندي وعدني تابع الموضوع بذات نفسه. طيب وبركي لاحقينه الفرنساوية وقاتلينه وبعدين أخذين البنت منه. وشو بدهم الفرنساوية ليقتلوا واحد مثل فريز النوم؟ بيكون عامله شي شغلة خايسة ولاحقينه الفرنساوية وقاتلينه. ما بعرف يا أم طالب. أو يمكن مشتبهين فيه ولاحقينه وقاتلينه بالغلط، وكون البنت ضلت لحالها أخذوها الفرنساوية منه. إيه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. رح يفقى راسي يا أم طالب. قوة الا بالله العلي العظيم. رجع لورا. ايوه مين هون؟ انا اختي محسن، انا المختار ابو عزيز ومع الشيخ عبد الرحمن. فينا جوزين كلام معك اذا مرتي. يا ميت اهلا وسهلين، والله اجيتوا بوقتكم. حاكم غليان قلبي على ابني محسن، له من ليله امبارح ومبين. اسمعي اختي، شو الجرم اللي انت سويته عشان جابوك عندي هون يا حيوان؟ جاوب. جاوب! انتو ليش بدو قتلو أسكح فخنسي؟ انتو ليش ما بتحبوا فخنسيين؟ احنا جينا هون عشان نساعدكم. قولي سان كو بيرسون ساش، وانا بسامعك. اعترف، مين ساعدك؟ مين وراك؟ مين قالك عشان تقتل اسكح فخنسي؟ اذا انت بتقولي مين ساعدك ومين وراك، انا بودك اني بسامعك. قول أفو. اثنين أسكر فرنسي انت قتلتهم صح؟ طيب قول لي كيف قتلتهم؟ قول ماجد أفندي. خطر لي خاطر. شو؟ ليش ما يكونوا الفرنساوية هن اللي قاتلينه لفريز النوم؟ ايه والله. ولما قتلوه كانت معه البنت أم أخدوها؟ معقول؟ وانت شايف بهاليومين الفرنساوي نازل تقتيل وحفظ بهالخلايا على أبو جنا. وارد جدا، ممكن يكون صار هيك فعلا. لذلك يا ماجد أفندي، بمعية الله ومعيتك لازم نوصل للدورية اللي قتلت فريز النوم، ومنها رح ناخذ الخبر باليقين. معقول؟ خلص تركي هذا الموضوع وانا رح اسال معارفي بطريقتي.
الله يرضى عليك واستعجل شوي، انت شايف الحال وبالبيت عندي ما بتهدوا. تكرم يا ابو طالب وصدقني موضوع المحروسة اخذ كل وقتي. الله يرضى عليك يا ماجد افندي، ولا يضرك بمحب بجاه الحبيب محمد. يبعث لي حم عليك يا ام حسين. وامتى صار هالشي؟ على قولك انه مبارح لقطوا هيك بطلعت القاضي. حسبنا الله ونعم الوكيل. بتعرفي اختي ام عباس صار لي 10 ايام عم ترف عيني وعم شوف منامات وحلمة، شوف شو صار. بدك تطولي بالك لك اختي، بدك تطولي بالك. المهم انه عايش ومصيره يرجع، مو مثل ابن عباس اللي على قلبي اللي انخطف مني وهو بعز شبابه. لك شو بدي احكي وشو بدي اقول. مرات بفيق من نومي بحس النار شحل جواتي وبضل بناديله وبضل بناديله وبضل بناديله، بعدين بقرا آية الكرسي وبرجع بنام. الحمد لله الحمد لله. مالك علي مين يا اختي ام عباس؟ اني قلبي محروق على موتة عباس ابنك. كل ما بشوفك بدوب خجل منك، بس لدي اواعيه بينسلق بدك لما بتذكر انه ابنك عباس كيف مات وهو عم يدافع عن ابني. بس يبعت لي حب مشان الله تعطيني. اعوذ بالله يا عبي. شو هالحب؟ انت حطي عينك بعين الله وسلمي له وخلص. لا اله الا الله محمد رسول الله. ايه تفرج يا ابطال ان شاء الله تفرج، والا بتلاقي محروسه بنتك وش السعد ان شاء الله. يا رب يا رب ان شاء الله. اي نعم اي نعم. المهم انت خلي عينك بعين رب العالمين. لا اله الا الله محمد رسول الله. ما بيصير تيأس يا ابو طالب، لا تيأس، لا تقنط من رحمة الله. ايه بس انت لازم يكون عندك امل. والله يا اخي يا ابو عدنان عمري ما عرفت اليأس، واملي برب العالمين كبير كبير. بس انتم شايفين الحال يا اخوان، ايام وليالي وشهور عم تمر بمرارة العلقة. أبا يلا يلا يلا. السلام عليكم. تفضل 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 تفضل. مرحبا يا عرب الشام. يا ميت اهلين وسهلين. تعال راسي شلونك؟ اهلا وسهلا. وين الغيبه بعد زمان؟ والله والله انت اذا انت ما بتجي لعندي فانا بجي لعندك، شو بدي اعمل يعني؟ يا ميت اهلين وسهلين راجي افندي. يا حلت علينا البركات، شاي ولا بارد تاج راسي؟ ما حذرت بنوم. ما فهمت عليك سيدنا الافندي. ايوه بكره وقت اطلبك لعندي على النظاره افهمك اياها بالقلم نشرح. اوف خير خير، شو صاير؟ انا خدامك سيدنا، انا خدامك. حاجز دبا ولا حاجز دبا؟ عم لك وين قاعد بعت لك اياه؟ مين 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 قصدك؟ مين قصدي؟ فريز النو. الله لا يوفقه، الله يورجيني في يوم. اوف اوف اوف، ليه بقى؟ والله يا سيدي لو ما انت بعته لعندي وامرتني اني خبيه عندي كنت فرمته فرمنا المضروب. قال اويناه عنا، قام سرقني وهرب. يخرب بيته لا عنده شرف ولا عنده ضمير ولا عنده اخلاق. ابو فهمي هالحركات مو علي انا. انا اسمي راجي افندي، رئيس مخفض اماريه. وينه؟ وين عم لك؟ والله ما بعرف ما بعرف يا سيدي ما بعرف. لك حاج دبا ولا وينه فريز النو؟ قل لي لشوف. صدقني ما بعرف وينه. ايه شو علي يا ابو فهمي؟ بس بكره وقت استدعيك لعندي على المخفر بتهمه قتل فريز النو ساعة قال لي ما بعرف. والله ما بتطلع من عندي بالمال تفهم. راجي افندي راجي افندي بوس رجليك. انا خدامك انا. ايه ها بوس رجليك. خلينا نتفاهم خلينا نحكي حكي غير. من الاول ما بدي بقى خلصني. تفضلوا تفضلوا شوف شغلك. يلا روح روح بسرعه. بذمتي بضميري بصحتي بعافيتي انا حاسب حسابك من الاول. كذاب ولا؟ والله حاسب حسابك من الاول راجي افندي. بس
بصراحة يا أخوان سمعنا من مدة بدورية فرنساوية ماسكين بنت عمرها من سنتين لثلاث سنوات وبحجة إنه قرايبها ضد الفرنساوي. أيوه. ومثل ما فهمت بحيث لما كانت الدورية أخذ البنت طلعوا لهم رجال وعلقت علقة قوية من دين الله مولاها. المهم وصلنا للزبدة لك أبو عزو. شيك؟ شو صار بالبنت يا أبو عزو؟ فهمت بأنه قتلت بالطوشة اللي صارت بالشافور. أبو عزو يرحم والديك لا تقولها. وحد الله يا أبو طالب، وحد الله. استهدي بالرحمن أبو عزو. أنتوا سألتوني وأنا جاوبتكم يا جماعة. يا الله يا الله، وحد الله وحد الله يا ابن الحلال. لك مشان عافيتك رجال عندي شدائد يا أبو طالب. وحد الله وشد حيلك. وحد الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وجسمها للبنت وين صارت أراضيها أبو عزو؟ دفناها بمقبرة باب الصغير. لا إله إلا الله محمد رسول الله. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا هو الأبر. طول بالك أخي يا طالب، طول بالك. ما بيجوز على الميت غير الرحمة. البنت راحت لعند ربها شهيدة. سمونا الفاتحة يا جماعة، سمونا الفاتحة. صالحين دمك ما راح يروح حدر يا بنتي يا وش الزحت. ما راح يهنالي العيش والفرنساوي ببلادنا يا حبيبي تربيك. شانك بشان الكبار والأبطال. ما راح أقابلك إلا بطلوع الفرنساوي من بلادنا. وأنا أبو طالب، أنا أبو طالب نور الدين الأنوادي. مسرح ما يسري يمر يا تيتي. يلا يلا هاشي وشي عندي هطول هطول كبريت وطارت هطول هطول هيك بدور الدولات هيك بيسبح السمكات هيك بيصيروا العصافير هيك بيناموا الكسلانين هيك بيعدوا الشاطرين سقفة سقفة للحلوين. لك ان شاء الله بتقبريني. ودخيلي وينكم يا مو؟ قبلين هي عمك حمزة. عمك حمزة يا عيني. يقبرني يا الوش. طب يقبرني يا الوش. شايفها الصغيرة قديش صارت بتعلقت فيه؟ وانا تعلقت فيها كثير يا مو لدرجة صار حسة واحدة من اهل البيت. وانا كمان بيني وبينها لما بتنام بحس البيت كأنه فاضي. لك روحي متعلقة فيه. بس اول عن اخر البنت في ايدها وبدهم يجوا ياخذوها. لو اهلها بدهم اياها كانوا اجوا من وقتها واخذوها. ما بتعرفي شو صاير معهم يا مو، ما بتعرفي شو صاير معهم. الجماعه ممكن يكونوا محروقين على شيء قصه، ممكن يكون قلبهم لايب، ما بتعرف شو فيه. هيك قلتها؟ معلوم يا مو معلوم. لكان في حدا بيترك ضناه هيك. طيب انت شو صار معها؟ دابوا رجليه يا مو. وانا من سوق لسوق ومن حاره لحاره ومن تاجر لتاجر وما في خواص. تيتي تيتي مثل ما رحتي مثل ما اجيتي يا مو. من 20 يوم لحديت هلا ما في تاجر حلبي دخل على الشام. سالت الكل ما ضل قدامي غير اني اروح على المخفر وبلغ. ايه قل هو الله احد. شو مخفر ما مخفر؟ لا تقبرني. نحن مو خرج مخافر،
بعدين البنت بركي كان في وراها شي قصة، شي عملة، شي شغلة، يقوم ينحكى على أخوك عباس. لا تقبرني، لا أنا ما بقبل ينحكى على ابني، ما بقبل، الله يرحمه ما بقبل. لا ما في بختار. إيه؟ لكن ما ضل قدامي غير إني أخذ ضربة طريقي وروح على حلب. شو حلب وما حلب أنت التاني؟ ليش أنت بتعرف أهلها؟ بتعرف اسم أبوها؟ بعدين حلب ما له صغيرة، كبيرة، بيقولوا أكبر من الشام حتى. إيه بس صار لازم نحل قصة هالبنت يا أمي. مزبوط أمي، وأنا كمان قلبي متلوع على أمها وعلى أهليتها. بس شو بدنا نعمل إذا ما بنعرف وين هنن وين ساكنين وشو اسم أبوها؟ يا أمو، هاي البنت في وراها أهل، ما بيجوز من الله يكون قلبهم محروق على غيابها. يو بالأول ما بدنا نعرف وين أراضيهم. المعنى يا أمو؟ المعنى بتبقى البنت معنا. إيه وبتضل عنا لحتى يجوا أهلها وياخدوها. إيه شو قالك أمي؟ شو قالك؟ طالما ما عرفنا مين أهلها وين أراضيهم بتضل البنت عنا لحتى يجوا ياخدوها. تبي عنا عمي؟ يقبرني هالوش. شفت البنت حبتنا لك أمي وتعودت علينا، خلاص خليها عنا. يا أمو ما اختلفنا ونحن تعودنا عليها وتعلقنا فيها كتير، بس خلاص أمي تكل على الله وحاجة تدور وتسأل عن أهلنا، والله بيشهد علينا إنه نحن ما قصرنا. وإذا بدك تدغري أنا حاسسها من ريحة أخوك عباس. الله يرحمك يا أخي عباس. لك أحلى تركة من ريحته، الله يرحم التراب يلي لمه. يا مو ليش فكري عم يقول لي إنه شو أمي؟ ما بعرف ليش قلبي عم يقول لي إنه هالبنت بنت أخي عباس، وأخي عباس متجوز بالسر ومخبي عنها. يو اسمعوا على هالسمع، ليش لحتى يتجوز بالسر ومن دون علمنا؟ ما بعرف بس عقلي هيك عم يقول لي يا أمي. مو راكبة لك أمي، ليش من دون علمنا يتجوز إذا نحن يلي كنا راكدين ورا من سنين وأيام لحتى نجوزه؟ ليش؟ مزبوط عم تحكي يا مو مزبوط، بس انت نسيتي انه اخي عباس قطع على حاله عهد قدام كل اهالي الحاره انه لا يتجوز ولا يدوق طعم الفرح غير لياخذ دار ابي الله يرحمه. مزبوط هالحكي. هلا في شيء عم يقول لي صدقي وفي شيء عم يقول لي ما صدقي. شو يا مو؟ بكره جاي اليوم اللي يثبت لك فيه صحه كلامي. هاي البنت بنت اخي عباس، اطلعي بوشها منيح، شوفي الشبه ما بتشبهه، شوفي يا مو شوفي. بتشبهه كتير. إيه لك معقوله واحد يجي يحط بنته عند اخي عباس ويغيب 20 يوم هيك وما يسال عنها؟ اي والله ما انا راكبه بنوب يا مو. مزبوط مو راكبه مزبوط عم تحكي صح. بس قلي شغله، هلا لو كان هو متجوز وين مرته؟ ليش ما اجت سالت عنا لهلا؟ ليش ما اجت عزت بجوزها؟ قلي ليش يا مو. جايز اما للبنت تكون بقرنة بعيده وخبر ما مات اخي عباس لحديه هي اللحظه ما وصلها. صح معقوله امي. مزبوط عم تحكي. مزبوط يا مو. خلصنا من القصة بقى، عوفت حاجتنا نقلها صغيرة، خلينا نسميها شي اسم. بلا صار لازم نلاقي لها اسم، وانت لاقي لها اياه، خلينا نستفيد من علامة. اخي عباس الله يرحمه استشهد كرمال الشام يا مو، وانا عم قول منسميها مال الشام، شو رايك؟ مال الشام والله اسم حلو كتير. لكان مال الشام وبنت أخوك عباس، والله بنت المرحوم عباس، والله لك تقبريني، لك تكفنيني، لك تطلعي على قبري يا مال الشام يا بنت عباس. لا لا ولا لا يا بلا لا شامي اهنك.
توب الردى لنهى بالعدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا الله 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 يوم الوغى من ده نقول الله علي الصار فوح يا ريحان سلم أحمد.